ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على 247 مخالفا في ولاية بوشهر في تهم تتعلق بالتسلل ومخالفة قانوني العمل وإقامة الأجانب، إضافة إلى جرائم الاحتيال والإتجار بالبشر. شرطة عمان السلطانية أفادت بأن المتهمين من جنسيات آسيوية وأفريقية، بينهم 199 امرأة و48 رجلا، وتم ضبطهم بمشاركة إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بمسقط وإدارة مكافحة الجريمة ومركز شرطة بوشهر وقيادة شرطة المهام الخاصة، وبمساندة من وزارة القوى العاملة وبلدية بوشهر.